ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فمهما بذلت لهداية شخص أضله الله لن تستطيع الهداية. وإن النفوس لا تقف وجلة أمام قول الله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولا تقف وجلة أمام قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فلو شاء لهداكم أجمعين. فهكذا عليك أن تعرف قدرك. وكما قال ربك: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال تعالى: أن يضلل الله فلا هادي له. أثبتت الآيات الكريمة أن الله يضل أقواما خلافا للمعتزلة القائلين بأن الله لا يضل أحدا إنما هو عندهم كالطبيب الناصح. الآية حجة دامغة عليهم: من يضلل الله فلا هادي له. ويذرهم في طغيانهم، أي يتركهم في طغيانهم، تجاوزهم للحدود وجدالهم بالباطل وكفرهم، يعمهون أي يتحيرون ويترددون. ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قالت